للمتابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل فكره حلوه، وهي اعاده تدوير البطرمانات القديمه. هنعمل منها طقم توابل، مش هندهن بقى من جوه ولا الكلام ده خالص. احنا كل اللي هندهنه هندهن غراء مخفف بماء، زي ما انتم شايفين سايل خالص بيغرق الدنيا، بس بيعمل تفييم للازاز، بيخلي الازاز عامل زي ما يكون لونه مط، بيدي شكل حلو جدا. وانا طابع رسوم من البنترست زي ما انتم شايفين للكب كيكس، هعمل بيهم حاجات حلوة جدا. ومن الغطا ذات نفسه بتاع البطرمان هعمله بالورق بتاع الكب كيك. تابع الفيديو معايا للاخر، ودوس دلوقتي لايك حالا لو لسه ما دوستش لايك، عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. شكلهم كده بعد ما نشف. فكرتهم سهلة جدا وبسيطة، محدش عامل الفكرة دي خالص، فكرة حصري. بصي شكلهم شيك جدا ازاي. دوس دلوقتي لايك لو لسه ما دوستش، ولو لسه اول مرة بتتابعني اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد ان شاء الله. مع السلامة.